لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. موقع كتابات: مسؤول الأمن القومي الإيراني يتسبب في مزيد من الدماء بين العراقيين. في صحيفة المدى: بعد تسريب فيديو خلية كورونا، مطالبات بحلها وإحالتها إلى التحقيق. في صحيفة الزمان: متظاهرات يعززن زخم الحراك السلمي وسط تصعيد في بغداد والناصرية. العربي الجديد: عقوبات أمريكية مرتقبة على متورطين بقمع التظاهرات العراقية. في موقع عربي 21: أسعار النفط تسجل هبوطا حادا والخسائر تخطت 30%. في صحيفة العرب اللندنية: تزايد حظوظ مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية. وفي القدس العربي: مسؤول أمن إيراني في العراق للتأثير على اختيار بديل من علاوي. السلام عليكم. تقول الأنباء إن كورونا لا يفرق بين صيني وعربي، مسلم ومسيحي، يهودي وبوذي، فهو لا يطبق نظرية التوازن في الموت، ولا يوجه فيروساته إلى مجموعة واحدة من المواطنين، مثلما توجه حكومة عادل عبد المهدي بنادق الصاچم وقنابل الغاز إلى ساحات الاعتصام والاحتجاج، وتخاف الاقتراب من مناطق نفوذ الجماعات المسلحة كما حصل في البصرة. بشأن زيارة عبد المهدي الأخيرة، كتب علي حسين في صحيفة المدى: كنت وأنا أشاهد عادل عبد المهدي يرتدي كمامته ويذهب إلى البصرة، قد توقعت أن الرجل أدرك أخيراً أن مواجهة الناس هي أفضل السبل لحل المشاكل، ولم أكن أعلم أنه ذهب ليفاوض بيتشايا من أجل فك الحصار عن شركة دايو الكورية وفسح المجال لإكمال أعمالها، إلا أن مفاوضاته فشلت. ربما يسأل أحد القراء الأعزاء: ومن هم بيتشايا؟ اسمحوا لي أن أقتبس فقرات من التقرير الذي نشرته بعض المواقع الإخبارية، والذي جاء فيه: تعرضت شركة دايو الكورية إلى هجوم مسلح واعتداء على كوادرها العاملة في مشروع ميناء الفاو الكبير من قبل مجموعة مسلحة. وقال ضابط في الشرطة إن 5 عاملين ضمن كوادر شركة دايو الكورية تعرضوا للضرب المبرح. وأضاف الضابط أن إحدى العوائل المعروفة في منطقة الفاو باسم بيت شايع حاصرت مقر الشركة في مشروع ميناء الفاو الكبير، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لبث الرعب في نفوس العاملين، ومن ثم اعتدوا بالضرب المبرح على 5 كوريين، بالإضافة إلى تحطيم العجلة التي كانوا يستقلونها. وأوضح الضابط أن أسباب الخلاف تتعلق بشركة تديرها عائلة شايع تنفذ جزءاً من أعمال مشروع كاسر الأمواج الشرقي والغربي بتخويل من الشركة الكورية بعد أن تعرضت الأخيرة لضغوطات هائلة، مشيراً إلى أن عائلة شايع طلبت من الشركة الكورية تولي أعمال أخرى تتعلق بالبنى التحتية والمشيدات الخاصة بالميناء، وهي أعمال تتعلق بصلب مهام الشركة الكورية. والآن هل تصدقون معي أن هذه الدولة بوضعها الحالي يمكن أن تفتح أبوابها للكفاءات والخبرات، وأنها مشغولة ببناء دولة المؤسسات، فنحن أمام مسؤولين أشاوس في الدفاع عن عدم الكفاءة، ونراهم يقولون إن رئيس الوزراء غير مسؤول عما يحدث من خراب. حكاية شركة دايو تثبت بالدليل القاطع كيف سرق منا حتى الحلم بمجتمع مستقر. يبدو أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يمر بأزمة حقيقية، وقد وصلت محاولات اختيار مرشح يكلف بتشكيل الحكومة بات أزمة مستعصية وصلت إلى نهايات مسدودة، إذ أدى فشل محمد توفيق علاوي في حيازة ثقة البرلمان إلى إلقاء الكرة مجددا في ملعب رئيس الجمهورية لاختيار مرشح بديل لتكليفه بتشكيل الحكومة. رئيس الجمهورية بدوره يبدو حائرا أمام مواد الدستور العراقي الملغزة والمتضاربة في هذا الشأن. مقال الكاتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي: لأن سياسيي الصدفة في العراق وصلوا مديات غير مسبوقة من عدم الحياء وفقدان الحس والشعور الأخلاقي والوطني،
لذلك نراهم اليوم يطالبون بإعادة تكليف المستقيل عادل عبد المهدي، وقد تناسوا موجة القمع العنيفة التي شنتها قوى الأمن والجيش وميليشيات الحكومة في منتصف شهر يناير كانون الثاني الماضي للضغط على ساحات الانتفاضة للقبول بإعادة تدوير حكومة عبد المهدي، وقد سقط حينها عشرات الضحايا ومئات الجرحى في هجمات شنت على ساحات الاعتصام في كربلاء والناصرية وبغداد. وقد قال المنتفضون حينها وبأعلى صوت إنهم ضد إعادة تكليف عبد المهدي، المتهم هو وقادته الأمنيين ووزيري الداخلية والدفاع في حكومته بقتل المتظاهرين السلميين. فكيف يتخيل البرلمان العراقي وكتله السياسية الفاسدة أن الانتفاضة سوف تخنع وتخضع وتقبل بإعادة تكليف عادل عبد المهدي بعد كل هذه الدماء؟ كتل العملية السياسية وأحزابها وتياراتها الشيعية والسنية والكردية كلها في عراق اليوم موصومة بالفساد ونهب المال العام وقتل المتظاهرين. إن إجراء انتخابات مبكرة تحت وطأة انفلات السلاح خارج قبضة الحكومة الرسمية وتغول الميليشيات وحيازة ونثر المال السياسي الفاسد في انتخابات مبكرة لن ينتج إلا استمرارا لحكومات الفساد التي مرت على العراق طوال 17 عاما الماضية، ولا حل سوى بحكومة انتقالية تعبر إلى بر الأمان وستفرضها الانتفاضة عاجلا أم آجلا. ما يمكن قوله أن فشل محمد توفيق علاوي ليس فشلاً للرجل فقط، إنه فشل لمقتدى الصدر أيضاً، وفشل لإيران في نهاية المطاف قبل ذلك كله، إنه فشل لنظام سياسي وضع أصلاً حسب مقاييس إيرانية، مقال الكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. يصعب الحديث عن مخارج سياسية في العراق خصوصاً في ضوء فشل محمد توفيق علاوي في تمرير الحكومة التي شكلها في مجلس النواب. استطاع نواب سنة وأكراد وشيعة تشكيل حاجز في وجه حكومة لم يكن الغرض منها سوى تأكيد أن إيران ما زالت تتحكم باللعبة السياسية في العراق وأنها صاحبة الكلمة الفصل منذ سلمتها إدارة بوش الإبن البلد على صحن من فضة في عام 2003. أكثر من ذلك، تبين أن هناك رفضاً كاملاً لأن يكون مقتدى الصدر المرجعية السياسية في العراق، وأن يكون هو من يسمي رئيس الوزراء حتى لو لعب كل الأدوار المطلوبة منه إيرانياً. ليس الفشل فشلاً لمحمد علاوي الذي هبط بمظلة على موقع رئيس الوزراء، هناك ما هو أبعد بكثير من ذلك. هناك فشل لنظام سياسي قام بعد عام 2003 نتيجة الاجتياح الأمريكي وقلب نظام صدام حسين، وهناك أيضاً فشل لإيران التي لم تعد سياستها العراقية تنطلي على معظم العراقيين. لم تعد إيران قادرة على الإمساك بالعراق كما كانت عليه الحال أيام قاسم سليماني. تبين بكل بساطة أن سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني كان بالفعل من يدير اللعبة السياسية في العراق، وأنه كان يمسك بكل خيوط هذه اللعبة. كشف فشل محمد توفيق علاوي الذي لا يعتبر شخصية عراقية تمتلك وزنا سياسيا أن النظام العراقي الذي تأسس عمليا في كانون الأول ديسمبر من عام 2003 ليس نظاما قابلا للحياة. كل ما يمكن قوله إن الأمل صار مفقوداً في طول الطريق الذي يبدأ في طهران ويصل إلى بيروت مروراً ببغداد ودمشق. أقر الاتفاق في موسكو بين الرئيسين الروسي بوتين والتركي أردوغان يوم الخميس الماضي ما سبق وأنجزته المعارك أخيراً في شمال سوريا من تغييرات مطلوبة لحدود التماس بين الجيوش المتصارعة داخل سوريا والتي سبق أن اتفقوا عليها بين السطور في اتفاقات أستانا، وهو الأمر الذي سهل للنظام السوري تحت حماية الطيران الروسي استرجاع أكثر من 170 قرية وبلدة ومدينة، مقال الكاتبة سميرة المسالمة في العربي الجديد. تابعت المعارك في الشمال السوري وإدلب تحديداً ما أسست له معارك سابقة في حمص أثمرت ما يمكن تسميته تجييش الشعب والغوطة وريف دمشق والجنوب من عمليات التغيير الديموغرافي في سوريا، وهي إن هجرت ما يقارب المليون وغيرت وجه المدن والقرى التي هجروها وحولتها إلى أثر بعد عين، كما حال معالم كل مناطق سوريا التي نادت بالحرية والكرامة وسط صمت دولي مريب لا تغير أثره بعض تصريحات
تصريحات تنوح على واقع السوريين، ما يجعل ما تفعله اليوم اليونان على حدودها مجرد تفصيل صغير في حقيقة الموقف الدولي من المذبحة السورية التي يشهدها العالم بالصوت والصورة. ولا تزال حفلة البث المباشر مستمرة على الرغم من الاتفاق المهلهل لثنائي أسانا الذي سرعان ما سيتم الانقضاض عليه، وتوسيع رقعة الأراضي المقدومة لمصلحة روسيا، وتسجيل أسماء جديدة على قائمة الضحايا وبين عدد المهجرين مستقبلاً. في ظل ذلك كله، وضعت حكومات أوروبا مواثيق حقوق الإنسان في أدراج حرس حدودها، متحدية تاريخها الإنساني ودعاءاتها المتعاطفة مع أزمات الشعوب، وبررت ذلك بنقض تركيا التزاماتها في اتفاقية الحد من الهجرة غير الشرعية، وهو السر وراء القرار الجديد بمنع الإبحار للمهاجرين عبر بحر إيجا بعد أن أطلقت العنان لهم وفتحت أمامهم بعض الأمل في أن يتجاوزوا واقع معاناتهم سواء في إدلب أو بعض مناطقها. يعني لماذا اختار السوريون أن يعيشوا مأساة طرق التهجير براً وبحراً على التوجه إلى مناطق النظام أو حتى الاستقرار في تركيا؟ أي أن الخيارات المتاحة لهم كانت بين الموت تحت التعذيب والفقر عند النظام السوري أو الموت بحثاً عن إقامة ولقمة عيش وتقديم أوراق اعتمادهم كبشر. ركزت الاتفاقية بين طالبان والولايات المتحدة على 4 أهداف مترابطة تنص على إنشاء جدول زمني لخروج كل القوات الأجنبية المتواجدة حالياً في أفغانستان، وإلزام حركة طالبان بمنع شن أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة من الأراضي الأفغانية، وعقد مفاوضات مباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية، ووقف إطلاق النار في عموم أفغانستان، مقال للكاتب حسن أبو هنية في موقع عربي 21. لا جدال في أن الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان يشكل نهاية حرب وبداية حروب أخرى، فبعد قرابة عقدين من القتال دون نتيجة، يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من حرب مرهقة ومكلفة لا يمكن الفوز فيها عسكرياً كما فعل أسلافه من قبل عند الانسحاب من فيتنام. فالاتفاق الذي جرى بعيداً عن حكومة كابول التي تعتبرها حركة طالبان مجرد دمية، لن تسعف البلاغة الخطابية بتسميتها اتفاقية إحلال السلام في أفغانستان. فبمجرد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية، سوف تدخل أفغانستان مرة أخرى سلسلة من الحروب الداخلية مسندة من قوى إقليمية، نظراً لصعوبة التوصل لاتفاق سياسي بين طالبان والحكومة والعديد من أمراء الحرب وأصحاب النفوذ في أفغانستان. من الواضح أن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية الذي جاء بعد 9 جولات من المحادثات لا يعبأ بمصير الحكومة الأفغانية، وقد بات مستقبل الرئيس الأفغاني أشرف غني مهدداً ليس فقط بسبب حركة طالبان التي ترغب في تشكيل حكومة انتقالية، بل أيضاً لأن معارضة غريمه في الانتخابات عبدالله عبدالله ألقت شكوكاً على اتفاقية السلام. الحقيقة أن جوهر الاتفاق يتمثل بالانسحاب وعدم استهداف الولايات المتحدة، حيث ستقوم الأخيرة باستكمال سحب باقي قواتها وقوات حلفائها بما في ذلك جميع الموظفين المدنيين غير الدبلوماسيين والأمن الخاص والمقاولون وموظفو الخدمات المساندة من أفغانستان خلال 14 شهراً. انتخابات الكنيسة الأخيرة ملاحظات إضافية، مقال للكاتب بهاني حبيب في صحيفة الأيام الفلسطينية. انطوت نتائج انتخابات الكنيسة الأخيرة على معطيات قد تشكل مفاجآت، كما تشكلت تأكيدات إضافية على توقعات سابقة تناولنا بعضاً منها في المقال السابق، واليوم نحاول الإحاطة بالمزيد منها، خاصة تلك المفاجأة المتعلقة بتصويت الجيش الإسرائيلي، فقد كان الاعتقاد السائد أن أصوات هؤلاء تعود كالعادة إلى قوى اليمين على اختلاف تشكيلاتها، إلا أن معطيات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز أصوات الجنود تبين أن القائمة المشتركة حصلت على 5.4% من مجمل أصوات هؤلاء بمعدل 16,200 صوت من أصوات الجنود. هؤلاء هم أكثر من عدد الجنود العرب في الجيش الإسرائيلي البالغ 6,000 فقط. فمن أين جاءت هذه الأصوات الإضافية؟ يقول تحليل نشرته صحيفة إنديبندنت بنسختها العربية إن شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي اليهودي يرون العرب في إسرائيل شركاء في الحياة السياسية والاجتماعية،
ونطرح هنا التساؤل، لماذا لم يصوت هؤلاء لصالح قوى اليسار الإسرائيلي وصوتوا لصالح القائمة المشتركة؟ ونحن نجيب عن هذا التساؤل من خلال ما قام به نتنياهو قبل الانتخابات وبعدها من هجوم عنصري متواصل على القائمة المشتركة، ما يعني أن هذه القائمة أثبتت وجودها القوي على الساحة الحزبية والسياسية في إسرائيل، وأن منحها المزيد من القوة حتى من خلال تصويت بعض الجنود لها يزيد من هذه القوة. الملاحظة الإضافية الأخيرة ربما تتعلق بالحرب الحزبية والسياسية القائمة التي سيشنها نتنياهو بهدف القضاء على القضاء في محاولة جادة للهروب من ملاحقة القضاء والمحاكم له، متسلحا بفوز انتخابي رئيس وزراء منتخب ومحكمة عليا غير منتخبة لا تخضع للمحاسبة، حرب تهدف إلى سحب الثقة من النظام القانوني ومن الشرطة ومن المدعي العام. أبلغت جامعة ستانفورد الأمريكية طلابها أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين توفير الحصص الدراسية عبر الإنترنت لبقية فصل الشتاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الجامعة العريقة الواقعة في شمال كاليفورنيا إنها تتوقع يستمر عدد الإصابات المثبتة بمرض كوفيد-19 بالارتفاع في منطقتنا وفي أوساط جامعتنا، وأكدت أن مجموعة كبيرة من النشاطات في الجامعة التي تضم 16,500 طالب ستلغى أو تعدل حسبما نقل تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي بيان منفصل قالت مديرة الجامعة بيرسيس دريل إن طالبين في ستانفورد عزلا نفسيهما بعد تعرضهما المحتمل لفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، وأوضحت أن الطالبين غادرا مساكن الطلاب بانتظار نتيجة الفحوصات. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.